دابا الان غادي نتحدث على واحد المجال اللي بدعوا فيه العلماء ديال العصر الاسلامي بشكل كبير بزاف، واللي كان من مورا ما وصلت اليه يعني الحضاره الغربيه في الوقت الراهن. هذا المجال هو مجال ديال الطب. فهذا المجال هذا نقدر نقول لك بانه من اكبر التخصصات اللي عرفت يعني اكبر الابداعات والاكتشافات والتطوير في العالم، يعني في العصر الاسلامي او العصر الذهبي. ولكن دائما باش نربط يعني الاحداث مع التطور ديال البشريه وديال الحضاره الانسانيه ككل، خلينا نعطيك واحد النبذه على التطور ديال الطب. فالطب هو في الحقيقة كتخصص هو قديم مع قدم الإنسان، وبدأ في العصر ما قبل التاريخ، لأن ما حد الإنسان موجود تيمرض تيخصو هذاك يداوي راسه، فبالتالي ظهر الطب. ولكن ظهر بشكل ديال الطب اللي كان تيداوي بالأعشاب، ولكن في ذاك الوقت كانت الأعشاب يعني التداوي بالأعشاب أو الطب كان مرتبط بنوع من الخرافة، بحيث أن دوك الأعشاب كانت تعطى للمريض مصحوبة بمجموعة ديال التعاويذ، مجموعة ديال يعني ديال الأمور اللي هي عندها علاقة بالسحر إلى غير ذلك. هذا يعني في بداية ديال الطب. إلا أنه مع المصريين عرف الطب واحد، تهضر على المصريين القدامى بطبيعة الحال، عرف الطب واحد نقلة نوعية، لأنه خرج من ذاك الطب اللي مخلط مع الشعوذة والسحر والطقوس ديال الشعوذة، إلى الطب اللي أول مرة تيعتمد على المنهج العلمي أو المنهج المعرفي، واللي بان مع المصريين القدامى اللي كانوا تيمارسوا الطب على أساس التشخيص والتكهن والفحص السريري ثم العلاج. فالمصريين عندهم في الحقيقة دور كبير في التطور ديال الطب، يعني بمفهومه العلمي إن صح التعبير. ثم من بعد الحقبة ديال المصريين القدامى جات الحقبة اليونانية، واللي بطبيعة الحال عرف الطب واحد دفعة كبيرة بزاف، خاصة مع الأعمال ديال أبوقراط ومع الأعمال ديال جالينوس. هذا من أكبر يعني ومن أشهر الأطباء في العصر اليوناني. بالنسبة لأبوقراط هو كذلك عنده اللمسة ديالو فيما يخص الحقبة اليونانية اللي طورت الطب، واللي الآن باقي معروف عند الأطباء اللي تيبغيو يتخرجوا إلى وقتنا الآن في العالم ككل تيأديو القسم ديال أبوقراط. فمعروف بأنه أي طبيب قبل ما يبدأ يزاول المهنة ديالو تيأدي هذا القسم، هو قسم ديال أبوقراط، اللي فيه بأنه تيقسم باش يداوي الإنسان كيفما كان عرقه، كيفما كان لونه، كيفما كان جنسه إلى غير ذلك. تيكون واحد طبيب اللي هو في خدمة الإنسان كإنسان، يعني بغض النظر عن من يكون هذا الإنسان. أبوقراط كذلك في العهد اليوناني أعطى أول توصيف ديال واحد المرض ديال تضخم الأصابع، وباقي الآن هاد المرض يعني يحمل اسم أصابع أبوقراط. الى حد الان باقي تتسمى بهذا الاسم هذا، باش تعرف بانه يعني ما قام به أبوقراط باقي سائر الى عصرنا الحالي، كما هو الشان ديال مجموعه ديال الاختراعات والاكتشافات ديال العلماء في العصر الاسلامي اللي باقي مستمره حتى العصر الحالي. وانا غادي نفسرها ملي تنعطي يعني الانتاجات ديال الاطباء اللي عرفتهم الحقبه ديال العصر الاسلامي. اذا من بعد العصر الحقبه اليونانيه جاء الطب الصيني. الطب الصيني كذلك يعني اعطى واحد الدفعه قويه للطب، خاصه طب الاطفال، طب العيون، طب الاسنان كان مصدر في هذا الصين، وكذلك طب التوليد. لان معروف في ذاك الوقت بان النسبه ديال الوفيات سواء الام او الرضع يعني كانت كبيره بزاف، فكانت البشريه تعاني من هذا المشكل ديال الولادات. جاوا يعني الصينيين وبدعوا
مجموعه ديال الامور في هذا المجال. وكان واحد المقوله معروفه عند الاطباء، هما الطبيب تسميه الحكيم انذاك، يعني الحكيم او الطبيب الصيني، عندهم واحد المقوله بليغه جدا غنقولها لك كما هي. تيقول لك بانه الطعام في فم سليم هو غذاء، والطعام في فم المريض هو دواء. يعني بهذا الشكل هذا. وكيفاش كانوا الاطباء الصينيين تيتعاملوا مع هذا؟ الا خديتي مثلا الخضروات، خزو، البطاطا، الخرشوف الى غير ذلك، جميع الخضروات الخضراء تتاكلها، الا كان كنت انسان سوي ما مريض شيء فهو تتغدى بها غدا. ولكن الا كنت مريض هذا تيعطيو لك ما يسمى بالرجيم حاليا. بحال مثلا تقول لك عندي واحد المغص في الامعاء، اش تيدير؟ تيقول لك كثر من هذا النوع ديال الخضروات وحيد هذا الخضروات. فتقول لك الخضروات هي الدواء. داكشي علاش قالوا بانه الطعام في فم سليم غذاء، والطعام في فم مريض تيولي تتحول الى دواء. اذا هذا باختصار يعني هذا ما ابدع به الطب الصيني فيما يخص التطور ديال الطب. من بعد تجي الحقبه ديال العصر الاسلامي اللي كما قلت لك عرف فيها الطب واحد الثوره صناعيه كبيره، واحد الثوره عفوا يعني طبيه كبيره وكبيره بزاف. وغادي نهضر على يعني واحد الاكتشاف اللي قام به ابن النفيس. الاكتشاف هو انه اكتشف ما يسمى بالدوره الدمويه. الاكتشاف ديال الدوره الدمويه خلات البشريه تعرف الميتابوليزم او المكونات ديال الدات ديال الانسان، واستطاعت انها تعرف الاسباب ديال مجموعه ديال الامراض وتشخصها وتعالجها. يعني قبل ما نعرفوا الدوره الدمويه ما كانش الطب تيسمح ليك، ما عندوش مدارك ومعارف طبيه اللي تسمح ليه باش انه يعطي واحد الدواء اللي يكون يعني في مستوى انه يعالج المريض، الى ان اكتشف ابن النفيس وهذا في القرن 13 ما يسمى بالدوره الدمويه. ولكن كيفاش اكتشف الدوره الدمويه ابن النفيس؟ هنا فين تجي اللي قلت لك قبيله المكونات ديال العقل. فابن الخوارزمي هضر على النقد وهضرنا عليه في الحلقه ديال الخوارزمي. ابن النفيس كذلك كان يحمل عقلا تنمويا وعلميا يؤمن بالنقد، لان في ديك الوقيته كانت الاعمال ديال الطبيب اليوناني جالينوس واللي تم الترجمه ديال الكتب ديالو لهذا العربيه، وهنايا معروف الحركه ديال الترجمه اللي عرفها العصر الاسلامي انذاك، خاصه في عهد الخليفه المامون اللي انشا ما يسمى بدار الحكمه. دار الحكمه اللي عرفت واحد الرواج كبير بزاف ديال الترجمه ديال مجموعه ديال الاعمال ديال الناس القدماء، وخاصة الكتب ديال اليونانيين بشكل كبير. فابن النفيس استفد من الاشغال ديال جالينوس، وكان جالينوس من اكبر اطباء في ذاك الوقت، واللي الصيت ديالو وصل حتى العصر الاسلامي، وما كان حتى حد تيقدر ينتقده او انه يخطئه في يعني نظريه من النظريات ديالو في مجال ديال الطب، الى ان جاء ابن النفيس ودرس الاشغال ديال جالينوس. جالينوس كان تيشوف دار اعمال فيما يخص القلب كيف يشتغل. فمعروف بانه القلب فيه البطين الايمن والبطين الايسر، فاهتاد الواحد فكره بانه الدم تيمشي من البطين الايمن وتيمشي عن طريق بعض المسامات، وتيمشي البطين الايسر فهذا في القلب، ومن بعد تيمشي للكبد. وهذا الشيء اللي خلى جالينوس يعني اعتقد بان الدم تتكون في الكبد. هذا التصور اللي كان حتى الحدود القرن الثالث عشر مع ابن النفيس، التصور اللي كان هو انه الكبد هو اللي تينتج الدم وتيمشي للبطين الايمن وتيدوز في وسط القلب عن طريق مسامات، تيمشي للبطين الايسر وتيرجع.
هذا هو الاعتقاد اللي كان سوي اعتقاد اللي كان خاطئ، ولكن بحكم ان جالينوس هو اللي قالها وكان طبيب له قيمته العلميه والمعرفيه انذاك ماشي غير في العصر اليوناني، حتى في بدايه العصر العهد الاسلامي، فكان من الصعب انك تفند او انك تنتقد يعني شي حاجه اللي قالها جالينوس. جاب ابن النفيس ودار تصورات وكانت عنده الجرأه الادبيه والعلميه والطبيه باش ينتقد الاشغال ديال جالينوس انذاك، وهذا بطبيعة الحال لأنه كان يحمل عقلا من بين مقومات ديالو هو النقد. فقلنا باش نأكد بأنه العقل العلمي والتنموي اللي كان سائد في العصر الإسلامي تتمتع من مجموعة ديال المقومات، من بينها الانفتاع للحضارات الأخرى، من بينها الإيمان بالمنهج العلمي وبعقلانية العلوم، من بينها الموسوعية، تتلقى إنسان يعني موسوعي في مجموعة ديال المجالات إلى غير ذلك، وكذلك أنه عقل يؤمن بالنقد، والنقد كما قلت هو عامل من عوامل ديال التطور. فاش قال ابن النفيس؟ قال بان الفكره او النظريه ديال الفكره خاطئه، لانه ما كاينش في وسط القلب شي حاجه سميتها المسامات، وما يمكن شيء الدم يمشي من البطين الايمن للبطين الايسر، لان الدم ما تيدورش في وسط القلب. وهذه النظريه هي اللي كاينه لحد الان، هي الحقيقه العلميه اللي كاينه في عصرنا الراي. وهذا الشيء بطبيعه الحال ما جابوا شيء ابن النفيس غير نظري، فهو كان يقوم تجارب على القلب ديال بعض الحيوانات إلى غير ذلك ويشخص يعني التجربة، فكان يقوم بتجارب علمية وفقا لمنهج علمي مضبوط. فقال بأن الدم تيمشي من البطين الأيمن وتيمشي للكبد تيتنقى وتيرجع للبطين الأيسر، ولكن ما ينتقل شيء بين البطين الأيمن والبطين الأيسر لأن هذه المسامات غير موجودة في وسط القلب. وهذا تصور اللي بطبيعة الحال بقى سائد إلى عصرنا الحالي. هاد الأعمال ديال ابن النفيس جمعها في واحد الكتاب ديالو من أشهر الكتب في علم الطب، واللي بقى يعني أوروبا تستفيد منه من بعد ما ترجمته اللغة يعني اللاتينية، تستفيد منه لمدة مئات السنين، وهي تعتمد على هذا الكتاب دياله اللي سماه شرح تشريح القانون. هنا باش نربط لك يعني الماضي بالحاضر، ونقول لك بأن مع كامل الأسف في بعض الأحيان تيكون أوروبا تتعتمد يعني تتعامل مع الاختراعات ديال العلماء المسلمين في العصر الذهبي بمنطق علمي اكاديمي وبالامانه الاكاديميه، ولكن في بعض الاحيان يتعامل بمنطق القرصنه، ومن بين القرصنه اللي قاموا هو هذاك عدم اسناد اكتشاف الدوره الدمويه لابن النفيس واسنادها لطبيب اخر. وانا غادي نقول لك يعني بالحقيقه العلميه من هذا العلم اللي ولا ديال تاريخ العلوم تيحط لك جميع المفاصل ديال الاحداث وتتشوف الارتباطات بينها وتتفهم واش يعني تمت القرصنه ديال اشغال ديال عالم قديم او لا، ان ذاك السيد ذاك يعني ذاك الابتكار ينسب إليه. بالنسبة لهذا المكتشف ديال الدورة الدموية، هما دابا أوروبا تسندها للطبيب البريطاني ويليام هارفي، وهذا هو هذا ويليام هارفي اللي توفى في 1657، يعني عاش في القرن 17، أما ابن النفيس فعاش في القرن 13. من بعد الاشغال ديال ابن النفيس في القرن 13 تيجي واحد الطبيب ايطالي سميتو الباجو اللي ترجم الكتاب ديال ابن النفيس. امتى ترجمه؟ اللغه اللاتينيه في 1547، يعني في القرن 16. فترجمه قبل من 100 سنه 110 سنين على يعني ظهور الطبيب البريطاني ويليام هارفي. ويليام هارفي يعني اعطى الابحاث ديالو من بعد 400 سنه ما هضر ابن النفيس على يعني ما يسمى بالدوره الدمويه. اذا من هنا تنقولوا بان الطبيب البريطاني ويليام هارفي
فاعتمد على الترجمه ديال الكتاب ديال ابن النافيس شرح تشريح القانون اللي تيهضر فيه بشكل مفصل وعلمي على الدوره الدمويه، ولكن مع كامل الاسف انه عوض ما يتحلى يعني بالروح الاكاديميه وبالامانه العلميه وينسب يعني لابن النافيس هذا الاكتشاف، وحاول انه يقرصن هذا الاكتشاف ديال ابن النافيس وينسبه لهذا لراسو. اذا هنا تتبلك ملي تنعطيو يعني الاحداث التاريخيه، هذا بطبيعه الحال وفق المنطق كما شرحته في حلقه سابقه ديال هيجل في الفلسفه ديال التاريخ. فاحنا بعض الاحيان نستعين بنظريات اوروبا لكي ننتقد بعض الممارسات ديالهم، هذا هو اللي كاين في هذا. ابن النافيس بين الاعمال اللي قام بها هو انه توصل الى ان القلب فيه واحد العضله يعني، وبنات يشتغل على شكل مضخه، وهاد العضله خصها يعني خصها التغذيه، والتغذيه ديالها تتم عن طريق ما يسمى بالشرايين التاجيه. الشرايين التاجيه هما اللي هاد الشرايين بالفرنسيه تيسموها فيسو كابيلير، يعني بالنسبه للاطباء راه غادي يفهموا هاد المصطلح ديال فيسو كابيلير. الشرايين التاجيه هي باش يعني تتغذى هاد يعني العضله القلبيه. وبالتالي ابن النافيس سبق النظريه ديال يعني الطبيب ريال دو كولومبو، هذا طبيب إيطالي اللي سند كذلك هذه النظرية لنفسه. فتلقوا ابن النافيس يعني كان موسوعة وعطى واحد المجموعة ديال الأبحاث اللي بطبيعة، لأن كيف يعقل أنك تجي في القرن 17 ولا القرن 18 وتتقول واحد بأنك اكتشفتي واحد الحاجة اللي هي موجودة في واحد الكتاب اللي كتبه ابن النافيس في القرن 13. فمن ناحية العلمية ومن ناحية المنطق ومن ناحية العقلانية التي يؤمن بها الغرب، كيفاش غنفسر انا هاد العملية؟ تقدر تقول لي اعتمدت عليها وطورتها، نفهمها وانا غادي نفسر هاد المنطق هذا، ولكن باش تجيب نفس الشيء اللي هضروا عليه وعلما بان الكتاب ديالو ماشي بقى مخبي، الكتاب ديالو تم ترجمته الى اللغه اللاتينيه في وقت سابق واستفدت منه اوروبا. فهنايا الامانه العلميه مجموعه ديال الامور خصنا نسندوها الى اصحابها، وكما تنأكد دائما ماشي من باب اننا نسندو العلماء والعباقره ديال واحد العصر اللي حنا تنتميو لشي حاجه ما ديالتهم، لا، ولكن من باب الامانه العلميه ووفق المنطق ديال التاريخ ديال تطور ديال العلوم. ابن النافيس عنده مجموعه ديال الابحاث، فقام بدراسات ديال تشريح القلب، وكان متخصص في القلب، وعطى ابحاث جد متقدمه لساعدت البشريه باش انها تفهم هذا المكون الاساسي من في الجسم ديال الانسان. قام كذلك بدراسه وظيفه الابصار في العين، كيفاش يعني العين كيفاش تتبصر، كيفاش النظر ديال العين كيفاش تيكون. هو كذلك صاحب واحد المقوله شهيره وتتهم يعني العين، ان العين آلة للبصر وليست باصره، والا لرؤى الواحد بالعين الاثنين، وانما تتم منفعه هذه الآلة بروح مدرك ياتي من الدماغ. وهنا تيجي لما قاله ابن الهيثم، استفد منه بان الرؤيه ديال العين يعني الدماغ حتى هو مكون من مكونات ديال هذه الرؤيه هذه، لذلك هو تيقول بان العين آلة للبصر وليست باصرة يعني. وهذا الشيء هذه حقيقة علمية سائدة إلى وقتنا الحاضر. ابن الهيثم ابن النافيس يفرق كذلك بين فعل الإبصار وفعل التخيل، ولكن يعني القيمة ديال هاد النظرية ديالو تكمن في كونه أنه تيقول بأن الإبصار والتخيل لكل واحد فيهم عنده نقطة في الدماغ، هناك نقطة في الدماغ خاصة بالإبصار عن طريق العين، وهناك نقطة في الدماغ مخالفة لهذه النقطة هذه اللي خاصة بالتخيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.